وينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الموضوع الأستاذ عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. مساء الخير أستاذ عبد الحميد، ولنتعرف بداية من حضرتك على السلع والخدمات التي أضيفت لقائمة المنتجات والخدمات لنشاط التمويل الاستهلاكي. مساء الخير. الحقيقة القانون التمويل الاستهلاكي لما صدر كان حاطط أنواع عامة من السلع، كان وضع مركبات وسيارات الركوب، السلع المعمرة، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة. مجلس الإدارة يوم الأحد الماضي خد قرار وأضاف العديد من السلع، منها الأساس وتجهيزات المنازل، ملابس والأحذية والشنط والمجوهرات والنظارات، المستلزمات والمستحضرات الطبية والتكنولوجية، الأدوات والملابس الرياضية، الكتب والأدوات المكتبية، المواد الغذائية، قطع غيار السيارات والمركبات. وهقف بقى دقيقة عند النوع اللي جاي بعد كده، المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من السلاسل التجارية. إيه حكاية بقى المشتريات بفاتورة واحدة من السلاسل التجارية؟ أحد أنشطة شركات التمويل الاستهلاكي التمويل اللي بيتم بخلال بطاقات المدفوعات التجارية. بطاقات المدفوعات التجارية دي ببساطة هي بطاقة ائتمان، بس بطاقة الائتمان بدل ما اسحب بيها فلوس من ماكينات الصرف، لا، بتبقى الشركة متعاقدة مع مجموعة من الموزعين والمنتجين، بتدي البطاقة من حق حامل البطاقة دي ان يدخل يشتري بالبطاقة، يبقى عشان كده بنقول عليها بطاقة تجارية. طيب انا بدخل محل كبير، المحل ده فيه سلع متعددة، أدوات كهربائية، في تلفزيونات، في ثلاجات، في أطعمة، في ملابس. ففي الحالة دي كان لازم مجلس الإدارة يضيف موضوع الاشتراء بفاتورة واحدة. أنا مش حاجي لما أدخل المحل الكبير ده والسلسلة التجارية أشتري مجموعة من السلع، ما أجيش بقى عند الكاشير وأقول له عشان خاطر هيئة الرقابة المالية قسم لي بقى الفاتورة إلى سلع متعددة. لا شك ان هذا الموضوع وبالذات استخدام بطاقات المدفوعات التجاريه هيسهل كتير الحصول على المستهلكين يحصلوا على السلع والخدمات. والموقف اللي حضرتك بتحكيه طبعا كلنا بنمر بيه في ما يقال عليه الهايبر ماركتس، لانه ممكن ندخل نشتري ادوات بقاله مثلا وادوات مكتبيه للاطفال وايضا ادوات كهربائيه او الكترونيه، فبيكون فعلا من الاسهل ان احنا يعني ناخد التسهيلات دي على الفاتوره الاجماليه. بالظبط. بالاضافه لكده كمان مجلس الاداره اضاف خدمات بالغه الاهميه، منها على سبيل المثال صيانه المركبات وسيارات الركوب. صيانه السيارات دلوقتي بقت بتكلف تكاليف كبيره، فالحقيقه وضع طبيعي ان كان يضيفها كاحدى الخدمات اللي ممكن يتم تمويلها علشان تدفع على اقساط. لكن في تخوف يا استاذ عبد الحميد انه الناس هتعيش بالتقسيط دلوقتي، لو 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 كل حاجه هتبقى تقسيط هتكون المغريات اكثر، انه الناس تنفق اكثر من يعني امكانياتها، ودي دائما ازمه البطاقات الائتمانيه. فاحنا كده يعني بنحل مشكله لكن بنخلق في الوقت نفسه يعني سبل لانه الناس يكون عندها استدانه على المدى الطويل. انا بشكرك الحقيقه على اشارتك لهذا الموضوع. ميزه ان دلوقتي الموضوع التمويل الاستهلاكي بينظمه قانون، احد البنود الرئيسيه اللي موجوده في قواعد تنظيم التمويل الاستهلاكي ان ندرس قبل ما تدي تمويل للمستهلك، تدرس مدى قدره المستهلك على الوفاء بالالتزامات بتاعته، الدخل بتاع المستهلك. وفي على فكره قرار مجلس الاداره طالع واضع تفاصيل متعدده في هذا المجال، فانا عايز اطمنك في المجال ده ان في قواعد بتنظم هذا الموضوع. انا عايز اضيف لك حاجه ثانيه على فكره، من ضمن الخدمات اللي اضافها مجلس الاداره امرين بالغ الاهميه. التشطيبات والتجهيزات المنزليه. حضرتك عارفه ان اللي بيشتري شقه صغيره يعني بيدفع فيها دم قلبه، وبعدين يفاجئ انها مشتريها على المحاره ولا على الطوب،
ومطلوب منه انه يشطبها. طب هي في الحقيقه طبعا كل فئات المنازل التشطيبات طبعا بتاخذ حيز كبير جدا من موازنه اي اسره، وعلشان كده اصبح في قروض مخصصه للتشطيبات. اشكرك، هو ده السبب اللي خلى مجلس الاداره وضع هذه الخدمه من ضمن الخدمات الرئيسيه. اخر خدمه بقى خدمه مهمه، واحنا بنتكلم على الطاقه المتجدده، مجلس الاداره اضاف تمويل خدمه حلول الطاقه المتجدده للمنازل. ايه الكلام ده معناه؟ انا عايز بدل ما استخدم الكهرباء العاديه عايز استخدم الطاقه الشمسيه، عايز احط اجهزه فوق البيت بتاعي عشان استخدم الطاقه الشمسيه، لكن في نفس الوقت دي بتكلف كتير، وبعد ما بيتم تصميمها ووضعها بتوفر في فاتوره الكهرباء. فمجلس الاداره ايضا اضاف الخدمه. الهدف من كل السلع والخدمات دي تحفيز الاستهلاك. طيب خليني اسال حضرتك سؤال مهم فيما يتعلق بكل هذه النقاط في الحقيقه. هل هناك اشتراط مثلا او حدود قصوى؟ لانه حضرتك بتقول لابد انه يكون في توافق ما بين الراتب اللي بيحصل عليه المستفيد من هذا التمويل وما بين المشتريات وحجمها. الحدود دي هتكون قد ايه؟ وهل هتدخل في 50% اللي اتاحها البنك المركزي للبنوك بصفه عامه لانها تتيح قروض للمقترضين 50% من الراتب بحد اقصى؟ احنا الحقيقه القواعد اللي وضعت بتحقق نفس الغايه بدون ما نحدد نسبه محدده. انا عايز اذكرك ان النسبه دي لما صدرت لاول مره كانت 30%. صحيح. انت باين ان 30% غير كافيه، فارتفعت الى 50%، فبدل ما مجلس الاداره يضع نسبه محدده وضع ضوابط تفصيليه، ايه دخله قد ايه، ويعمل استعلام ائتماني وتفاصيل متعدده توصل الى نفس النتيجه، بدل ما نحدد نسبه محدده ونضطر بعد شويه. يعني ممكن يكون شخص مقترض بالحد الاقصى للاقتراض الذي يسمح به البنك المركزي من احد البنوك ويحصل ايضا على تمويل استهلاكي، هل هذا يستقيم يعني؟ هو هنا اولا احنا بنتكلم على تمويل غير مصرفي، شركات تمويل استهلاكي، لكن في النهاية الراتب واحد. يعني لو المشرع بينظر للعائد اللي بيوصل للشخص للمواطن أو المواطنة اللي بتتقدم للتمويل الاستهلاكي، دايما الراتب هيكون هو العامل الثابت يعني، وعنصر رئيسي. بس خليني أقول الدخل مش الراتب، لأن ممكن يكون الدخل أكثر من الراتب. صح. أحد العناصر الرئيسية في الموضوع ده إن قبل ما يتم تمويل العميل علشان يشتغل في مجال التمويل الاستهلاكي لازم بيرجع لاي سكور ويشوف وضعه ايه الائتماني، وهل هو ملتزم بالسداد ولا لا. يعني هنا بيتاخد في الاعتبار اذا كان اوريدي واحد من البنوك، يبقى طبعا الريكورد بتاعه موجود في اي سكور، فبيقدر يتعرف على الموضوع. موضوع فيه تفاصيل كتيرة، وأكيد طبعا هنتابع مع حضرتك آخر التطورات. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.